غاب الفنان أحمد عزمي عن الساحة الفنية بسبب عدة أزمات بدأت معه منذ عام 2011، وأدت إلى تدهور حياته، وفقد عمله ووالدته وشقيقه وزوجته، وانقلبت حياته رأسا على عقب. عاد أحمد عزمي بعد فترة سجن وصلت إلى 6 شهور، وروى في عدد من اللقاءات التلفزيونية الأزمات التي مر بها. تأثر الفنان أحمد عزمي نفسيا بعد ثورة 25 يناير بسبب حالة الفوضى التي عاشتها البلاد، حتى أن سيارته سرقت أكثر من مرة. قتل شقيقه حمدي في حادث تشاجر مع أحد الأشخاص، حيث تم طعنه 13 طعنة، ولم يستطيع عزمي مواجهة الدنيا بعد مقتل أخوه، وترك القاهرة وذهب إلى شرم الشيخ، وزادت حالة عدم التوازن في حياته. تعرف على مجموعة من الأشخاص في شرم الشيخ، وبدأ تعاطي الكحوليات التي وصفها إنها بداية لأي مفسدة. وبسبب هذه الحالة طلبت زوجته دينا كامل الخلع، وقال عنها عزمي: عندها حق، لأنها قررت في الوقت ده تنقذ ابني. في عام 2013 تم القبض عليه بعدما وجدوا في سيارته أقراص مخدرة، وكان معه 2 من أصدقائه، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور. اعترف أحمد عزمي بتعاطيه ترامادول، لكن كعلاج ومهدئ، لأنه كان يذهب إلى مصحة نفسية، وقال: كنت باخد الترامادول لكن بوصفة وروشتة، بس الموقف على بعضه ما كانش شكله كويس. كان في حد معايا من اللي راكبين معايا العربية، كانت بنت مسجلة، والموضوع كبر. وأرسل إليه رئيس الإذاعة في ذلك الوقت لمقابلته، والتقى بأبلة فضيلة والتي ضمته إلى برنامجها الشهير. لم تتحمل والدته وفاة أخوه ودخوله السجن وتدهور حالته وتوفت، لكنه أكد أنها قبل وفاتها كانت راضية عنه. أزمة أخرى في حياته، وهي تفكيره في الانتحار بسبب عدم قدرته على دفع مصاريف مدرسة ابنه. وتحدث عن هذه الفترة قائلا: حسيت فيها أن وجودي كان وصمة عار لابني، بعد ما كنت مصدر فخر بالنسبة لي. وبعد خروجه من السجن كان يشعر بالخجل مما حدث، وحزن بسبب عدم إسناد أدوار له، ورفضت نقابة الفنانين إعطاءه تصريح لمزاولة المهنة بسبب تعاطيه للمخدرات، إلى أن بدأ بالعودة مجددا، واستعان به الفنان يحيى الفخراني في مسرحية الملك لير، والراحل وحيد حامد في مسلسل الجامعة، وشارك في رمضان من عام 2022 في مسلسل دنيا تانية مع الفنانة ليلى علوي. الفنان أحمد عزمي من مواليد 14 سبتمبر عام 1978، وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية من خلال الإذاعة، حيث كان يراسل برامج الأطفال. وأرسل إليه رئيس الإذاعة في ذلك الوقت لمقابلته، والتقى بأبلة فضيلة والتي ضمته إلى برنامجها الشهير. تعرف بعدها على الفنانة إنعام الجريتلي وألحقته بالتلفزيون ليشارك في العديد من مسلسلات الأطفال. التحق بمكتب يوسف شاهين، ومن خلاله استطاع أن يشارك في فيلم الأبواب المغلقة، ونال عن هذا الفيلم جائزة أحسن ممثل من 3 مهرجانات في عام 2001. زادت شهرته بعد مشاركته في مسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود.